ما زال يواصل سلطان باقرمي بن هجي ولي محمد حملته التوعوية حول أهمية العيش المشترك بين مختلف مكونات المجتمع، حيث وصل هذه المرة إلى منطقة تشيلي الشيلية وعقد لقاءات مع سكان المنطقة لحثهم على ضرورة الحفاظ على السلام الدائم بين مختلف الطبقات الاجتماعية. وقد تداخل عدد من أعيان المنطقة مناشدين بالسلام والتماسك الاجتماعي. بدوره طلب سلطان من مواطنيه بأن تكون ولاية شارب باقرمي نموذجا للعيش معا. وفي حاضرة مقاطعة باقرمي التقى رئيس السلطة التقليدية بمدينة ماسينيا مع التجمعات النسوية والشبابية، لقاء كان حافلا بأصوات تنادي من أجل السلام. كلام أنا مشكرة أنا بكارة وحرارة دابو سواك باتاتا وكنت كلام أنا تيشة سيمي لفيدا الهوار حكينا ده دور العافية ندور السلام لابد العافية دابجي. وفي اللقاءات المختلفة التي عقدها السلطان وجه الشباب على الاهتمام بالجانب الرياضي بكون الرياضة عاملا وعنصرا لتوحيد الشباب حول دائرة السلام.